خلاص خلصتي منه وبعدتي عن امك وجوز امك والحاره وايامها السودة. كل حاجه وليها تمن، الدنيا ما بتديش حاجه ببلاش. عشان تخرجي من اللي كنتي فيه كان لازم تغيري جلدك. يا بنتي ريحي قلبي، الواد فين؟ عند ست. يعني هو بخير؟ ممسوك في ايه؟ معرفش. واخد كام سنه؟ معرفش. قضيتك ايه؟ معرفش. وايه المطلوب مني انا؟ عايز اعرف هو انا هطلع امتى؟ معرفش. تعرف انا حاسس انك يعني هتبقى وش السعد عليا. انا وش السعد على كل الناس مش انت بس. لا وبنت جدعه كمان. ومليون راجل. انت ليه بتخش في وش كده بالكلام؟ معلش يعني يمكن طريقتي وحركاتي كده يبان ان انا مش متعلمه او تعليمي نص نص، بس والله ابدا انا خريجه تجاره وبدرجه امتياز كمان. وان بداري الأم وفطحاني ومهما بخبي وجعاني من اصحابي وخلاني واهلي اللي وجعان. ايه ده حلو قوي. ده حلو قوي قوي قوي. صوته حلو بجد. بس انا مره واحده حسيت يعني ان انا لوحدي. مظبوط. قول لي، في حد عايز تعلمه؟ لا، في حد عايز اعاقبه. شوقي بيه عزيز عليا جدا، وانا النهارده كلمت المستشفى عشان اطمن عليه. قال لي الدكتور انه حالته صعبه قوي، ما خفيش عليه ابدا. قال لي حاجه مؤسفه، انه هو ممكن تكون يعني ايامه معدوده. لا يا اخويا، الملغيه دي بعد المأذون. خلاص انا عايز اتجوزك. ايه؟ فريده مالها؟ عايز اعرف هي على خلاف بفهد ولا لا؟ بصراحه الحاجات دي عائليه وانا ما بحبش ادخل نفسي فيها. بابا يا بابا يا بابا، ماما يا ماما يا ماما، بابا يا بابا يا بابا. بقول لك يا عماد، شوف لي اي طريقه، عايز اخرج من هنا 24 ساعه باي شكل. ازاي؟ مستحيل. مستحيل ايه؟ فكر معايا، مفيش حاجه اسمها مستحيل. ما بقولكش خرجني من هنا ولا هربني، انا بقولك 24 ساعه بس، عندي مشوار مهم جدا عايز اعمله. عشان تخرج من هنا لازم يكون في سبب قوي صرحولك بالخروج بيه. يعني مثلا. زي ايه؟ مثلا يعني يكون ماتلك حد لا قدر الله عزيز عليك. طب ما تتصرف، موت لحد يكون عزيز عليا، ولا موتك انت؟ موت لك حد عزيز. يا ماهر انت مجنون ولا ايه؟ يا عم مجنون ايه، انا بقولك موته بجد يعني كده وكده يعني في التمثيل، وتيجي تبلغني الخبر نعمل شوكه او اخرج انا من هنا. اتصرف، عارف لو ما اتصرفتش هشوف اي محامي تاني اوكله، وشوف انت بقى مين اللي هيدور لك مكتبك. احاول. مش تحاول، تعمل كده. ايه يا استاذ عماد؟ تحبات هنا ولا ايه؟ خلصنا. حاضر يا فندم. تعمل كده. احاول. اخبار ابن سعادتك ايه يا باشا في الكليه؟ كويس والحمد لله تمام. شوف سعادتك لو احتاج اي حاجه في اي حاجه، مذكرات، مراجعات، ملخصات، انا تحت امرك. ماشي يا ماهر. انا عارف كل حاجه عن يعني الدكاتره والاساتذه، انا عارف كل النظام هناك يعني. الباشا خلقه ضيق. الباشا انا كنت عايز اشتكي لك في الشاويش شلبي بصراحه. لا بقول لك ايه يا ماهر، كله اللي رجالته. يبقى كده اعمل كده. اتفضل. حسن ارجو ايه؟ معرفش، يمكن عشان حق مهران اللي مات غدر، ولا عشان سندي في الدنيا راح. كريم أنا مش هقعد أعيد وأزيد في كلام اتقالك كتير. أنا اللي عايزة أوصيكي عليه حاجة واحدة بس يا كريم. ابنك. ابنك ملوش غيرك في الدنيا دي. وهو يا بنت اللي هيبقى سندك وظهرك في الدنيا دي بعد ربنا. طار مهران اللي مات غدر. هو عشان ملوش أهل ولا عايزه حقه كده يروح عادي؟ قصة الطار دي تنسيها من دماغك خالص. تمسحيها مسح كده يا كريمة، فاهمة ولا لأ؟ يا بنت يا كريمة، أنتِ عشتي مرار الطار. وشفتي جوزك كان بيمشي يبص وراه زي اللي عامل عاملة يا كريمة. عايزة ابنك يعيش كده برضك يا كريمة؟ ابني هو اللي فاضلي. وعشان ابنك هو اللي باقيلك، عايزة تاخدي طار جوزك وتخشي السجن يا كريمة، مش كده؟ طب ولما تدخلي السجن مين اللي هيربي ابنك؟ وحتى لو لقى حد يربيه، عمره ما يلاقي حد يربيه زيك انت يا كريمة. عندك حق. ايوه كده، ربنا يهديك يا كريمة. انا متأكدة ان ربنا هيعوضك خير وهيكرمك ويفرحك بيه. يا رب. وبعدين قولي الحمد لله ان اهل جوزك طلعوا طيبين وولاد حلال. ربنا يعوضك خير يا كريم. كان نفسه يشوفوا احسن الناس،
كان نفسي أعلمه أحسن علام وأدخله أحسن مدارس، كان نفسي أشوفه راجل زيه. ابنك يا كريمة هيطلع أحسن ما أنت نفسك فيه إن شاء الله، وأنا أهو أختك عمري ما هسيبك، وخالتك نادية زي أمك بالضبط، أنت عارفاها كويس. خالتي نادية دي عملت معايا اللي أهلي ما عملوهوش، ربنا يفرحها يا رب ويخرج لها ماهر بالسلامة. ربنا يسمع من بقك يا كريمة. خالتك نادية طول عمرها طيبة وبمليون راجل وصاحبة واجب، بس احنا يا بنت يا كريمة أهل وعشرة، مفيش بينا واجبات. ربنا يخليكوا ليا. ادخل. هو فهد فين؟ في انتظار حضرتك تحت. من فضلك يا مدام. في ايه؟ تعرف يا واد يا عماد، كل ما اشوفك احس ان كل مصايب الدنيا هل عليا. ليه كده بس؟ ليه كده بس يا حبيبتي؟ ده انت حبيبتي. عايز ايه؟ مفيش اي حاجه. طب ناكلها عشان انا مهبط. عامله حواوشي او ما اجيب لك تاني كشري ولا اثر؟ عايز ايه يعني؟ ماهر طالب طلب وانت اللي هتنفذيه. خير؟ عايز يخرج من السجن 24 ساعه. حد قال لك ان انا مأمورة القسم ولا وزيرة الداخلية؟ لا كنش انا رئيس الوزراء ومش عارفة. انت احسن يا حبيبي، ده انت تاريخ. عشان يخرج من السجن 24 ساعة لازم يكون في ظرف انساني، يعني حالة وفاة مثلا. يا ساتر يا رب. يعني مثلا اخته تتوفى. ما عندوش اخوات. ابوي يتوفى. الله يرحمه مات من زمان. امه تتوفى. يا لهوي. المأمور كان عايزك دلوقتي؟ لا كمان نص ساعة عشان عنده ضيف يعني. طيب ماشي. كنت عايز اسألك على موضوع. خلاص يا عم، انا كلمت المكتب يعملوا اللازم وان شاء الله تشوف عيالك. الله يخليك يا سيدي. ده مفيش حاجة ما عملتهاش من وانا عيل صغير 10 سنين. قرد مسلسل. والله دمك خفيف يا ابو ضيف. والله يا ملك، الدنيا ما هي مستاهلة التكشيرة اللي عايش فيها كمال بيدي. لازم يرحرح كده وياخد ويدي في الكلام مع الناس، والا هيموت ناقص عمر. الله. خلاص بقى اقول له بقى الكلام. انت رايح فين؟ خسران فيك شويه الضحك اللي ضحكتهم. اتصاحبت انت على الناس هنا وخدتهم تحت باطك يا ماهر. يا حبيبي. تحت باطي ايه؟ دول الناس ناشفه قوي ودمها واقف. الواحد فيهم لما يجي بيضحك بيضحك بالعافيه. لو يضحك ازاي؟ طب اقعد وشك بقى، لازمت على كده. قول لك يا ماهر. قول لي الاول عملت ايه؟ كله تمام، بس انا خايف من امك، قلقان منها. مال همي؟ خايف لا تسيبني هنا مرمي في السجن. حكم هي مجنونه ومطيوره. عارف لو سمعتك بتقول كده هتعمل فيك ايه؟ سيبك من الكلام ده، انا عاوز اطلب منك طلب. انجز. يعني انت عارف انا بحبك قد ايه يا ماهر، وبعدين يعني وبعتبرك زي ابني وبحبك. المقدمه دي بقى بتقلقني. بحبك وزي ابني؟ يعني في طلب بايخ؟ يا ماهر ما تبقاش كده، امال خليك حلو. انا يا اخي كنت بعتبرك يعني انك بتعتبرني زي ابوك وبتحبني. المهم انجز.
انا عايز اتجوز. اتجوز مين بقى ان شاء الله؟ اتجوز امك. وانا اقول امي ما تزورنيش ليه بقى لها فتره؟ اتاريك عمال تلف وتدور حواليها بره. الف وادور على مين يا ماهر؟ هي امك دي حد يقدر يضحك عليها؟ ايه بقى اللي قومه في دماغك كده فجاه من ناحيتها؟ وانا اقول يا رب الست ما بتجيليش ليه؟ اتاريك انت بقى وهي عاملين لي غراميات بره، ايه خدتها واديتها الفسطاط؟ فسطاط؟ ركبتوا عجل؟ عجل والله العظيم ما في حاجه من ده حصلت خالص. خدتها جامعة الدول العربية سقيتها عصير واكلتها جلاتي؟ ان شاء الله اطفح وما دقته ولا حصل خالص. ما تنطق انا عارفك. بتحبها يا اخي. لو بتحبها خلاص يبقى اوكي. اصلها طلعت جدعة قوي. وبعدين يعني فاضل في عمرنا قد ايه انا وهي يعني؟ اهو نتعكز على بعض. تعكز يا اخويا تعكز. ماهر انا عاوز اعيش لي يومين. انا ما بحسش بالسعادة في الدنيا الا وانا مع نادية. انت عارف؟ وانا معاها بحس ان عندي 20 سنة لما تمسك فيا وتتخانق فيا وتقعد تضرب فيا تضرب فيا تضرب. انت عارف؟ يوم ما طردتني انا زعلت قوي. حسيت ان الدنيا اسودت في وشي وبقت كئيبة. بفرح قوي لما بتهزقني. يا جدع عيب على سنك، تهزقك ايه؟ ما بتهزق اي حد في الدنيا، معنى كده انها بتحبه؟ خلاص سيبني انا افكر في الموضوع ده. لا 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 تفكر ايه؟ ده انت بتنقذ قلبين يا ماهر. لا كده قلب وكلب. اشوف المأمور واجب. فهد ولا جلال؟ جلال؟ جلال انت عاجباه، هي دي كل الحكاية. وشوية ويطير. إنما اللي ممكن فعلا تبقي معاه وقريبة منه هو فهد. فكرة بقى المعلومات اللي جات لنا من عنبر العظماء طلعت معلومات مهمة جدا. حلوة قوي. ايه هي بقى؟ كمال بيه اللي في عنبر العظماء طلع شريك من الباطن في شركة من اهم الشركات اللي تتخيلها. حلوة قوي. ايه بقى؟ اسمنت؟ لا. يبقى حديد؟ ولا حديد. اللهم لايه؟ حاجة ولا تيجي في خيالك. شركة اسمها ليتون، ودي شركة للتقييم المالي. يعني ايه تقييم مالي كبير؟ هقول لك بقى، الشركة دي بتقيم اقتصاد الشركات، وتقدر تقول لنا ايه الشركة اللي اقتصادها طالع واسهمها طالعة، وايه الشركة اللي اسهمها نازلة. لما نعرف احنا بقى نعرف نشتري من اني شركة، واحنا متأكدين ان احنا لما نبيع نكسب 200%. مش كده وبس، كمان دي بتعرف توقعات السوق في العملات، ايه العملة اللي طالعة وايه العملة اللي نازلة. تقصد تقول ان احنا نقدر نحول العملة لعملة تانية عشان فرق السعر. اديك فهمتها اهو. يا نهار اسود يا اولاد، علمناهم الشحاته سوقونا على الابواب. ايه يا عم ده، انت بقيت اصيع مني اهوت في البورصه. يا ابني انت عشان تسيطر على بلد ما لازم تسيطر على الاقتصاد بتاعها الاول. فهمتها. احنا كده بقى ممكن نحل مشكله حسن باشا بسهوله جدا. بكل سهوله طبعا. دلوقتي بقى انا المفروض اجيب لك اللابتوب والفلاش عشان انت تشوف شغلك ونتنغنق كلنا. فهمت بقى يا راضي يعني ايه اقتصاد؟ لا ولا انا. دي حاجه بسيطه جدا، انتوا اغبياء انتوا الجوز. اقتصادي اللي هو حالة الطقس، حر جاف صيفا، ده فيه ممطر شتاء. انا كنت شاكك على فكرة. مع انك متأكد. وانا كنت متأكد. مع انك شاكك. سبحان الله. تشربوا شاي؟ نشرب شاي. قوموا اعملوا لي شاي. كل سنة وانت طيب. اهلا. انا كنت متأكدة ان انا هاجي الاقيك قاعد لوحدك كده.
عرفتي ازاي بقى؟ دي مها، مها تعرف اي حاجة. يلا بقى انت لازم تجهز، احنا نازلين. لا لا انا ماليش نفس اخرج النهاردة. لا مفيش الكلام ده، انا عاملة حسابي احنا هننزل النهاردة نتعشى مع بعض وكمان نسهر. ايه الهلا اللي انا فيه ده دلوقتي؟ بصراحة انا عملت كده عشان حاجتين مهمين. حاجة الاولانية وكان لازم اشكرك بصراحة عليها من زمان، طلاقي من ماهر. تانية؟ عيد ميلاد فهد. ايوه بس انا مش عايز اخرج. مش عايز تخرج؟ يبقى بقى انا مش قد المقام، ومش انا الست اللي تقعد وتسهر معاها. بس انا عايزه اسهر معاك، نفسي اقضي يوم عيد ميلادك مع بعض. لا لا هي الحكايه مش كده، انا النهارده كنت عايزه انام بدري بصراحه. بدري ايه؟ احنا هنسهر للصبح. انت شايفه كده؟ طبعا. اوكي. المطلوب انا مش عايزه تخرج من المستشفى. بسيطه. اسمعني كويس، انا عايز فهد بيه يكون مبسوط على الاخر، عايزه يقول ان احنا خدمنا خدمه العمر. ما تقلقش طمنه، فريده مش تخرج من المستشفى نهائي. شكلك مبسوط قوي. جدا. يا ترى ممكن اعرف السبب؟ حاسس ان انا مرتاح قوي، هاخد حقي. وانا كمان. من مين؟ من الدنيا. يا من الدنيا. حكاية صعبة شوية مش كده؟ مفيش حاجة صعبة عليا وأنا معاك. عارف الواحد يقدر يكسر الدنيا ويخليها تحت رجليه بحاجتين، الفلوس والنفوذ. صحيح. وأنا هو زي ما أنت شايف، ولا معايا ده ولا معايا ده. أنت عايزة إيه؟ أنا عايزك تقف جنبي وتبقى في ظهري. ازاي؟ عايزة ابقى معاك بالطريقة اللي تناسبك. انا من ايدك دي لايدك دي. انا عايز اعرف ايه اللي في دماغك. اللي في دماغي، اللي في دماغي حاجات كتير قوي. عايزة اخد حقي من الدنيا، عايزة اخد حقي من كل واحد ظلمني وجاء عليا، عايزة اطلع فوق قوي محدش يطولني. انت عارفة انت بتقولي ايه؟ عارفة، عارفة وفاهمة كويس قوي أنا بقول إيه. أنا صريحة قوي معاك ومش بلف وأدور. أنت خايفة من بكرة، خايفة لتلاقي نفسك فجأة وحيدة ومرمية في الشارع، يطلع لك اللي غدرت بيه وياخد حقه منك بالكامل، صح؟ تصدقني؟ طبعا. أنا مش ندمان. هندم على ايه؟ هندم على العيشة اللي كنت عايشاها ولا الناس اللي كنت عايشة معاها؟ الله يمسيها بالخير بقى أمي، كانت دايماً تقول لي مثل، إيه اللي رماك على المر اللي أمر منه؟ أعطيني حريتي أطلق يدي. يا سلام. إنني أعطيت ما استبقيت شيئا.
بس يا حافظ هذه الاغنيه دي؟ اه غني. وانت تروح وتمشي وانا اسهر ما نمشي ياللي ما تسهرش ليله يا حبيبي. وانت تروح وتمشي وانا اسهر ما نمشي ياللي ما تسهرش ليله يا حبيبي. بس تروح و ماشي. ايه كلم مراد. ومراد عايزني انت في الدهلي ليه؟ عايز ايه؟ خلصنا كل التذاكر بتاعت الحفله كبير، بس انت ما قلتلناش هنعملها فين؟ تلميت كام؟ اهي ادي البضاعه كلها، عاين بنفسك اهو يا كبير. صلاه على النبي، بالصلاه على النبي. اهو اهو ده ايه الروقان ده كله؟ ومين بقى اللي دافع دي؟ سنقر. سنقر بقى يتفرج على الحفله في الراديو. ايه؟ يعني انت تولع السيجاره دي وتحكي له عن الحفله. غني يا وانت تروح وتمشي ياللي ما تسهرش ليلى يا حبيبي. وانت تروح وتمشي ياللي ما تسهرش ليلى يا حبيبي. استنى ماشي. في ممكن ارقص؟ ما ترقص. غني يا وانت تروح وتمشي وانا اسهر وانا امشي ليلى ما تسهرش ليلى يا حبيبي. ايوه انت كنت بتحب فريدة؟ ايوه كنت بحبها. تعرف انا اتجوزتها ازاي؟ في المانيا. كانت المستشارة الثقافية في المركز الثقافي المصري في المانيا، قابلتها هناك لاول مرة، حسيت ان انا بعرفها من زمان. كانت خاصة جدا، انا عمري ما كنت شايف حد زيها قبل كده. كان عندها مشاكل كتير قوي مع جوزها، جيت انا بقى نقصتها منه. دي حكايتي مع فريدة، حاجة حزينة قوي مؤلمة جدا. لما تلعبي دور البطل والمنقذ حياة حد بتحبيه من جوه قلبك، هو ميستاهلش. شيء مؤلم جدا. أنا بعد ما عملت الحادثة وبقيت كده كانت على طول جنبي زي الفراشة الرقيقة، بتحاول تاخد بالها مني وتهتم بيا وتعمل كل حاجة أنا عايزها، لغاية لما فجأة كده اكتشفت إنها بتسرقني. وبعدين اكتشفت برضه وعرفت إن هي كانت السبب في اللي حصل لي ده. معرفش أقول لك إيه. أنا قابلت جوزها صدفة، وهنا كانت الصدمة. قال لك ايه؟ قال لي انه هو طلقها عشان كانت بتسرق منه اي حاجة تشوفها قدامها. كانت عايزة تاخد كل حاجة ليها. يا ما كانتش بتكره الناس اللي كانوا حواليها، لا، هي بكل بساطة بتكره نفسها. معلش سوري، كنت عايز اقول لك كده. ما اقدرش اقول انها ضحكت عليا، يمكن انا اللي ضحكت على نفسي. انا كان كل همي وكل اللي نفسي فيه ان انا احب واتحب واخد حظي من الدنيا. الحقيقه ان انا عمري ما حبيت ماهر، ولا حتى تخيلت ان انا اكون معاه. طول عمري بحلم ان انا اتجوز واحد يكون غني ومعاه فلوس كتير قوي، يخرجني من الحارة واروح معاه لعالم تاني محدش يعرف يوصل لي. عارف وانا عيل صغير كان نفسي قوي شعري ابيض، مش عارف ليه كنت بحب اللون الابيض قوي في الشعر، يمكن عشان ابويا مات وانا صغير. بس يا اخي اما كبرت وبدا شعري ابيض اتخضيت قوي، قلت ياه معقوله انا وصلت للسن ده من غير ما اتجوز وخلف حته عيل؟ بس للأسف سنة ورا سنة
والدنيا قعدت تضيق بيا وما كانش قدامي حد غيره. حد ما جات لك الفرصة؟ هي جات له هي كمان الفرصة. مش يمكن هو اختار الصح بالنسبة له؟ هو الصح هي رميته في السجن. مش عارف ليه نفسي أعيش إحساس الأب، لدرجة إن أنا من سنة كده جبت شوية فراخ وقعدت أربيهم، قلت يمكن أحس معاهم إحساس الأب. إحنا ليه بنضحك على نفسنا يا أبو حكيم؟ يمكن اللي حصل ده شيء طبيعي، هو الأفضل. أكيد مش الأفضل إن هو يبقى مسجون. أنا اتعلمت صح وفهمت الدنيا لما شفت فريدة. كل واحد كان عامل فيها بطل حصل له إيه؟ خليل أهو مات، مهران مات، ومراته اترملت، وابنه اتيتم، وختمت بماهر مرمي في السجن. لا يا ماهر، أنت ما ضحكتش على نفسك ولا أي حاجة خالص. أنت ما عملتش حاجة غلط. أوعى تجلد نفسك. والأهم من كده اوعى تحاول تلاقي لها مبرر اللي هي عملته. بس انا معاك، انت من حقك تخاف من بكره، من حقك تحاول تلحق اللي باقي لك من الدنيا. الحق؟ من كتر ما بحاول الحق نفسي اتقطع. فريده، فريده لولا ان انت اقوى منها كان زمانها بتطحن فينا واحد واحد. بس على فكره بقى، يعني انا شايف بسم الله ما شاء الله ما فيش فيك شعر ابيض ولا اي حاجه خالص. ما انا سابغ، انت هتستهبل. بقولك ايه، عايزين نغير الجو الكئيب ده، قول لنا نكته كده تفرفشنا. متعرفش نكت مدرسين لغه عربيه؟ ماشي. مره مدرس لغه عربيه وقع على الارض رفعوه بالضمه. انت بتقلش؟ ايه بتقلش دي؟ لا دي كلمه عيب. ومنام يا حكيم. بقولك ايه، بتعرف تعمل قهوه؟ جدا. طب اعمل لي شاي. البقاء لله. الله يخليك يا فندم. انت ما قدمتش طلب ليه؟ يمكن كان يتوفي لك عليه. انا يا فندم يعني قلت انها كبوه هتعدي يعني. ده كلام يا راجل. ازاي؟ هي اغلى قيمه في حياته، امه، ازاي ما تقدمش طلب؟ معلش يا فندم، هي كانت بتتعب كتير يعني وتخش المستشفى يعني، بس يعني الله يرحمها. البقاء لله. ايه يا عماد في ايه؟ ايه يا عماد؟ شكلك هتعيط. شكلك مش قادر تمسك نفسك. في ايه يا عماد؟ طمني. انا اول ما شفتك قلبي وقع في ركبي. في ايه؟ الحرق ولعت؟ ايه اللي حصل؟ قول لي، اتكلم انت، قول. امك مالها؟ تعيش انت؟ امي انا اعيش؟ انا ازاي الكلام ده؟ امي ماتت ازاي؟ امي ماتت بجد؟ يالا زي ما انت قلت. زي ما انا قلت؟ اه انا قلت. شفت؟ انا قلت. انا كنت قلبي حاسس، كنت حاسس يا حبيبتي. يما وازاي ماتت؟ ازاي ماتت؟ امتى ماتت؟ امبارح. امبارح بالليل فجأة كده يعني؟ مش بالنهار؟ لا. ازاي وانا في السجن يعني ما احضرش الجنازة ولا العزاء؟ معقولة ما احضرش عزاء امي يا حبيبتي؟ يما انا هبذل قصارى جهدي عشان تحضر العزاء والجنازة ان شاء الله. يا حبيبتي يما، الله يرحمك يما. يا حبيبتي يما. انت فهمت ناديه هتعمل ايه؟ انت زي ما انت قلت. ربنا يستر. يا حبيبتي يابا، لازم احضر العزاء والجنازه، لازم احضر العزاء ضروري.